سلام الله عليكم. بسم الله توكلت على الله. تابع بالنسبة لسلسلة التمارين، وصلنا لتمرين رقم 6، لأن التمرين رقم 5 راه تماما طبق الأصل على التمرين رقم 4، فالتالي غادي ندوز للتمرين رقم 6 باش نكملوا السلسلات، نشوفوا كذلك التمرين رقم 7 ونبقاو غادي بالتمارين. أكيد طبعا كما سبق وشرت، إلى تبعتي التمارين هادو واحد بواحد وتبعتي الحلول ديالهم، فأكيد إن شاء الله بإذن الله غادي يكون عندك نقاط جيدة جدا على بركة الله. المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر، عقل على هذه، دائما تكون معلم متعامد ممنظم ومباشر. او اي جي، إذا كانت عندكم أسئلة خليوها لي، أي حاجة أي كلمة أي تعبير كانت عندك في شي سؤال خليها لي في التعليقات. نعتبر النقط، عطوني النقط أ و بي و سي، ثلاثة ديال النقط. غيطلب مني في السؤال رقم 1 أحسب كوس أ بي أ سي صافي، و سينوس أ بي أ سي، دونك خاصني نعرف كيفاش نحسب الكوسينوس، خاصني نعرف كيفاش نحسب السينوس، داكشي علاش غندير لكم تذكير. استنتج قياسا للزاوية أ بي أ سي صافي، موجهة أ بي أ سي، حدد معادلة ديكارتية للمستقيم، حتى هو خاصنا في تذكير، دونك هذا تمرين شامل. حدد معادلة ديكارتية للمستقيم دلتا ارتفاع المثلث أ بي سي المرمي بي على أين. هنا التمرين قدامك باش تقدر تصورو وتسكرينيه وتقدر تخليه عندك، وحاول دير محاولة، كنصحك أنك دير محاولة قبل ما تبدأ التمرين. غادي نحاول ندير واحد التذكير دابا بسيط، غنبداو لأن السؤال الأول غنحتاجو فيه كوسينوس، دونك كيفاش غادي نحتاج نحسب كوسينوس، كيفاش غادي ندير. طبعا الجداء السلمي، إذا كانت عندي متجه U ومتجه V، هذه المتجه U وهذه المتجه V، رسمت جوج ديال المتجهات بيناتهم كاينة واحد الزاوية، عطينا واحد ألفا، قياس ألفا U و V. ألوغ فاش كيقول لي احسب الكوس، كوس U V راه بحالها بحال إلا كانوا عندي جوج ديال المتجهات، بحال المثال اللي عندنا، عندنا هنا A B C، وعندي هذه الزاوية بيناتهم، هي الزاوية A B A C، يعني المحصورة بين المتجهتين A B و A C، هي هذه الزاوية هي اللي حطيت أنا هنا ألفا. فاش غيبغي نحسب، فاش غنبغي نحسب كوس A B A C، ألوغ كيفاش غادي ندير حتى نحسب كوسينوس A B A C. فوالا هنا كنديرو على حسب لا ميزور، كوسينوس ا بي ا سي كيفاش غادي ندير حتى نحسبها. شوف القاعده لا ريغل شنو كتقول لي، كوس يو في، دونك يو في جوج ديال المتجهات غير منعدمه. مهم لو كوسينوس، لو كوسينوس دو يو في ايغال يساوي كوس، الكوس كنديرو البرودوي سكالير، يعني جداء سلمي فوق برودوي سكالير، الكوس هو اللي كندير فيه برودوي سكالير، ما تلفش الكوس كندير برودوي سكالير، يعني يو سكالير في، حيت في السينوس مختلفة، دونك الفوق كندير برودوي سكالير على منظم يو، يعني طول المتجهة يو في منظم، هنا بلاش هاد النقطة هادي، منظم في صافي، طول ديال اف طول ديال في، يعني هنا كوس ابي اسي بيان سور ايغال، اشنو كيساوي؟ الفوق برودوي سكالير، يعني ا بي كوس، غندير برودوي سكالير، كوس برودوي سكالير ا بي سكالير ا سي، سلمي ا سي، جداء سلمي على المسافة ا بي في المسافة ا سي. يعني شنو خاصك تعرف تحسب هنا؟ خاصك هنا المتجهة ا بي ماذا تساوي، والمتجهة ا سي كذلك اشنو تساوي، او الاحداثيات ديالها، والمسافة ا بي كم تساوي، والمسافة ا سي كم تساوي، دونك هادو هما اللي كاينين، هادشي اللي كاين في التمرين. هنا خاصنا نعرفو نخدمو هذا. بالنسبه للسينوس، لا سينوس، سينوس ا بي ا سي، شوف معايا سينوس ا بي ا سي، اعتذر فوالا، سينوس ا بي ا سي هنا ايغال، هنا كنا كنديرو جداء سلمي، يعني برودوي سكالير، برودوي سكالير. هنا في سينوس لا كنديرو ديتيرمينون، خاصنا نعرف نحسب كيفاش نحسب ديتيرمينون، ديتيرمينون دو ا بي ا سي، يعني محددة، كنحسبو في السينوس كنستعمل المحددة ديتيرمينو صافي على ا بي ا سي، المسافة ا بي هذه مسافة، المسافة ا بي وهذه طبعا المسافة ا سي، الفوق شنو كنديرو المحددة ديتيرمينو. دونك هنا اون بريف اجي نذكرو بالمحددة، كيفاش محددة؟ مثلا مثلا الا كانت عندي ا بي، احداثيات اللي عندها هي جوج ثلاثة، و ا سي 5 ناقص 1. المحددة كيفاش كنديروها؟ إلا بغا نحسب هنا المحددة كنمشي كندير ديتيرمينو
de AB AC ايغال كنفتح جوج ديال العوارض بحال هكا كنحط هادو هنا 2 3 5 موانزا صافي غنديرو جوج في ناقص واحد كروة جوج في ناقص واحد ما ديرش هاد الكروة هادي اللي رسمتها انا غير باش تفهم جوج في ناقص واحد اللي كيحسب سريع راه يقدر يحسب كنديرو هنا موان صافي 5 في 3 بدا من الفوق جوج في ناقص واحد ناقص 5 في 3 دونك غتعطيني موان 2 موان 15 هي موان 17 ناقص جوج ناقص 15 هي ناقص 17 هكا باش كنحسبو الديتيرمينو صافي في ليكزومبل غيبانو لينا في ليكزومبل في الامثله اللي عندنا قدامنا الوغ دابا ندوزو ليكزارسيس ديالنا غادي ناخذ الاحداثيات ديال النقط اللي غنحتاجو ياك ا بي اي سي ا سي 1 1 و بي سي 2 2 و سي سي او سي 1 واحد جذر زائد جذر مربع جوج اعتذر لانني كنتكلم شويه لان مشى الحال دابا تقريبا 3 الصباح بقيت سهران خدام بون في السؤال الاول احسب كوس ا بي ا سي كوس ا بي ا سي فوالا باش نتبع معكم كوس ا بي ا سي الوغ 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 فوالا كوس ا بي ا سي هنا كندير واحد لاباغ بلا ما ندخل في لي ديتاي بزاف فوالا كوسينوس ا بي ا سي ا كوا ايتيغال قلنا كنديرو الفوق خاصني اول حاجه هي نعرف راه هي ا بي سلمي ا سي الفوق كنديرو جداء سلمي كنديرو الجداء السلمي عقل عليها كنقول لك انا الا كان عندك كوس غدير برودوي سكالير هو الجداء السلمي كوس برودوي سكالير سينوس ديتيرمينو على المسافة AB في المسافة AC دونك هنا غنحتاج AB متجه AB AB نتمنى انك تكون شايف الفيديوهات اللي قبل لان شرحت فيهم هذه المسائل بزاف AB رجع للفيديوهات الاخرين اللي يلاه طاح في هذا الفيديو هذا يرجع فيديوهات قبل كاينين بزاف ديال الفيديو AB بالخصوص ديال السلسلات AB هو XB ناقص XA هنا بوان فيرغول YB ناقص YA صافي AC كنبداو من النقطه الثانيه اكس سي ناقص اكس ا شنو هو اكس كنا ديجا شرحنا هادشي هو الافصول اكس هو الافصول ايغريك سي ناقص ايغريك ا هو الارتوب كنبداو من النقطه الثانيه ناقص الاولى اكس سي ناقص اكس ا بنفس الطريقه اللي كتخدمت بها غادي نجي هنا الاي بي راه تو سامبلومون ها الافصول ديال ا ها الافصول ديال بي ولكن خاصني نبدا من بي الاول غنقصو من الاول هنا جوج ناقص واحد تقدر تحسب بسرعه انت جوج ناقص واحد اراتي صافي خدمت بهذا مع هذا والثاني مع الثاني دونك عندنا هنا اكس ثاني وعندنا هذا كامل ايكغيك هنا راه عندنا كامل ايكغيك الوغ ا بي جوج ناقص واحد واحد جوج ناقص واحد واحد اجي لعند ا سي اكس سي دونك غنخدم بهذا واحد ها اكس ا واحد ناقص واحد ايغريك عدينا واحد زائد جذر مربع جوج كامله واحد زائد جذر مربع جوج غندير ناقص غادي نشوف ا عندها هي واحد سي بون الوغ ا سي واحد ناقص واحد صفر هنا غيمشي هذا مع هذا واش غتبقى عندي جذر مربع اثنان عقلوا على هادو هادو مهمين غنعاود نحتاجهم في الحساب في السينوس هادو غنحتاجهم في السينوس صافي هادو غنحتاجهم في السينوس مزيان الوغ دابا بقات لي المسافة ا بي سهلة حيت قلنا غنحتاجو تا ا بي و ا سي من هنا نيشان ا بي يساوي ا بي خويا غدير جذر مربع ودخل المربع على هاد الأعداد اللي كاينين ديما تنخدم بهادشي متابع واحد مربع زائد واحد مربع ما عندناش فين نتلفو ها ا بي دونك هنا ا بي يساوي بيان سوغ هنا راه هي واحد زائد واحد واحد مربع هي واحد واحد مربع واحد النتيجة هي جوج ها ا بي عندك شوف معايا ا سي ا سي شنو غادي يساوي صفر مربع جذر اثنان مربع ا سي يساوي صفر مربع هي صفر جذر اثنان مربع المربع يمشي ليا مع الجذر تبقى ليا هنا دو الوغ ا سي ايغال غاسين دو صافي هنا جذر جوج هنا جذر جوج اجي نحسبو كوسينوس كوس ا بي ا سي فيكتور متجه هنا الميزور ايغال
ابي سلمي اسي شحال عندي انا ابي حسبنا لو برودوي سكالير مازال فوالا دونك هنا خليو هادي اونتر بارونتيز نحطوها عاود هنا ابي سكالير اسي ابي فوا اسي غنحتاجو هادي هاد لا فورمول هي هادي اللي كاينين دونك خاصني ضروري نحسب الجداء السلمي حيت عندي ابي سلمي اسي ياك شوف هنايا ناخذهم هنا نيت يساوي بلا ما نبقى نعاود شنو هي ابي شنو كاين عندي في ابي واحد قلنا كنوقفهم هي واحد سلمي اسي شحال فيها اسي صفر جذر جوج صفر جذر جوج هذا هو الجداء السلمي على ابي في اسي ابي هي جذر مربع جوج في اسي هي جذر مربع جوج الفوق راه جداء سلمي تندير واحد في صفر زائد واحد في جذر اثنان جذر اثنان في جذر اثنان هي اثنان عادي جذر ثلاثة في جذر مربع ثلاثة هو ثلاثة جذر خمسة في جذر مربع خمسة هو خمسة صافي وهذه عندنا احنا جذر مربع اثنان في جذر مربع اثنان هي اثنان بالتفصيل واحد في صفر صفر واحد في جذر اثنان جذر اثنان على اثنان جذر اثنان على اثنان هي جذر مربع اثنان على اثنان صافي حنا حسبنا كوس دابا عقل عليها عقل معايا كوس شحال لقيناه جذر اثنان على اثنان اسي اي فوالا البار هو راسين دو سيغ دو هذا هو كوسينوس خاصنا نحسبو دابا السينوس سينوس ما تنساش العلاقة سينوس قلنا انه سينوس ابي اسي ميزور ايغال كنديرو الفوق ديتيرمينون ديالاش ابي مع اسي خاصني ديتيرمينون ديال هادو بجوج علاش ابي في اسي هادي ما كتبدلش ابي في اسي راه ديجا هي جذر جوج في جذر جوج هي جوج ما غاتبدلش هادي نحسبو الديتيرمينون اجي نحسب لكم الديتيرمينون هنا بوحدو باش ما نخلطوش بيناتهم ديتيرمينون دو ابي اسي ايغال قلنا كنديرو جوج ديال لي بار عندي هنا ابي وعندي اسي وما تنساش خاصك تعرف ابي واسي ما نساوش عليهم ديجا حسبناه قلنا ابي سي ان ان واحد هاهي ابي كانت عندها واحد اسي شحال عندها اسي صفر جو بونس زيرو جذر جوج هاي واحد صفر جذر جوج صافي قلنا شنو هو داك التخويك بحالك خاصني نخدم بحال الفراشة بحالك يعني هذا في هذا ايغال واحد في جذر جوج ولكن كنديرو ناقص صفر في واحد كروازيم هادشي ما ديروش اللي درتو انا بالزرق ايغال انت غير الحساب واحد في جذر جوج هي جذر جوج ناقص صفر صفر في واحد صفر جذر جوج ناقص صفر هي جذر مربع جوج صافي هاد ديتيرمينو عندك صافي ما تنساش هادو راه كنا حاسبينهم ابي حسبناها قبيله غاسين دو اسي هي غاسين دو ديجا محسوبه غير باش نوضحو حنا غنعوض دابا غنعوض هادشي كتبتي الفورميل عوضها سينوس ابي فيكتور اسي فيكتور فوالا ايغال ديتيرمينون شحال حسبنا ديتيرمينون هو غاسين دو شحال عندي ابي هاهي هي غاسين دو اسي هي غاسين دو صاي الوغ شحال غادي تبقى غاسين دو غاسين دو فوا غاسين دو هي دو مزيان لقينا هي غاسين دو ما تنساش دابا غنعاود نذكرك بهم لان عندهم علاقه بالسؤال الماجي كوس ابي اسي ايغال غاسين دو سيغ دو سينوس ابي اسي حتى هي لا غاسين دو سيغ دو
صافي. هنا راه لقينا غاسين دو سيغ دو، غاسين دو سيغ دو، لقينا السينيس كيساوي الكوسينوس، مزيان. هذه حاله ممكن يكونوا مختلفين، كاين بعض التلاميذ اللي غايقول لك يقدروا يكونوا مختلفين، وي يقدروا يكونوا مختلفين. في هذه الحاله لقيناهم متساويين، ماشي مشكل. شوف السؤال الثالث، السؤال الثالث شنو غادي يقول لي؟ ولا السؤال الثاني، استنتج ديدوير قياسا للزاويه ا بي ا سي، استنتج قياس زاويه ا بي ا سي، يعني هاد لونغل ا بي ا سي شحال القياس ديالو؟ اكوا ايتيغال. سهله، اشنو كنقول؟ ما هي الزاويه اللي كوس ديالها والسين ديالها غيكون واجد رجوج على جوج؟ فهمت؟ شكون هي شي زاويه كوس ديالها جذر مربع 2 على 2 والسينوس ديالها هو جذر مربع 2 على 2؟ الا تفكرتي في لو طابلو، في الطابلو ديال الزوايا، هو هذا لو طابلو، كنجيو هنا عندنا بيان سور هنا بي على 4، سينوس هنا كوسينوس هنا، فهنا كاينه جذر مربع 2 على 2 وهنا جذر مربع 2 على 2. إذا شكون هي هاد الزاوية؟ هي بي على 4. رجع لجدول الزوايا الاعتيادية، جدول الزوايا الاعتيادية خاصك تكون ضابطو، سي بون. ألوغ بي على 4، دونك مباشرة جذر مربع 2 على 2 راه تقدر تجبدها حتى بالكالكولاتريس، جذر مربع 2 على 2 منين غيجيني؟ من بي على 4، هاهو صافي. دونك أنا غير كنستنتج، ألوغ كنقول هنا غنعطيكم شنو خاصك تكتب. ا بي ا سي ايغال ا كوا ايت ايغال، اشنو كيساوي؟ هو بي على 4، يعني الميزور. وبالضبط بالضبط خاصنا نزيدو واحد لاتوش هنا، هي دو بي، هادي كتقرا موديلو دو بي، بيتارديت دو بي، يعني واخا نبقى ندور راه عندي بي على 4، حيت دو بي يعني دورة. شوف معايا، هذا هنا هو بي على 4، هنا بي على 4، إلا ضربتي دويرة كاملة غترجع لنفس الموضع، ودورة كاملة هي شحال؟ هي جوج بي. وإلا عاودتي ضربتي دورة أخرى غترجع لهنا، وإلا عاودتي ضربتي دورة أخرى غترجع لهنا، يعني جوج بي، ربعة بي، ستة بي، تمنية بي، عشرة بي، تنبقى نزيد بالجوج، كنقولو حنايا موديلو دو، صافي. كاين اللي كيكتب بطريقة أخرى كيقول زائد جوج كابي، تا هي صحيحة. علاش هنا قلنا باش نزيد نشرح لك؟ بما أن كوس بي على 4 هو جذر 2 على 2، و سينوس بي على 4 حتى هو جذر 2 على 2، إذا شكون هي هاد الزاوية؟ هي بي على 4، صافي هي بي على 4، هاي هادشي اللي كاين وسط من الكوس هو بي على 4، هاو يعني هاد الزاوية هادي هي بي على 4، صافي. ما تنساش هادينا بيتارديت دو بي، موديلو بالفرونسي هي موديلو، بيتارديت موديلو دو بي، تنكتبو بي على 4 قياس الزاوية ونزيد وحدها دو بي، يعني كتقول لي واخا تبقى الدور بدو بي ما كاين حتى مشكل. ألوغ ندوزو لا تخوازيام كيسيون، المعادلة الديكارتية، لا تخوازيام كيسيون بيان سيغ، تخوا، حدد معادلة ديكارتية للمستقيم دي واسط القطعة بي سي، صافي. المستقيم دي واسط القطعة بي سي، هذا هو السؤال الثالث. غادي نجاوب لك على السؤال هنا باش تفهم، غنجاوب على السؤال وغادي نشرحه من بعد، غادي نجاوب عليه ولكن الشرح ديالو غادي نشرح لك شي حوايج غنوظفهم في السؤال، غنشرحهم، غنقول لك ها علاش درت هادي وها علاش درت هادي. الوغ فوالا، هنا بغينا المعادله الديكارتيه. الوغ تبع معايا في المعادله الديكارتيه، شوف معادله ديكارتيه للمستقيم دي، ها هو مستقيم دي واسط القطعه بي سي، هالقطعة بي سي، بي سي بشوية علينا، شنو هو واسط قطعة؟ واسط القطعة بي سي، دي هو واسط قطعة، يعني أن دي غيدوز من المنتصف، صافي، خاصو يدوز من المنتصف، وبالضبط يكون عمودي. أنا غنقولك علاش عمودي، علاش غنستعملو هاد العرض، هنا هذا هو المستقيم دي.
هذا هو بي سي، هي القطعه بي سي. دابا دي هو واسط القطعه بي سي. صاي الوغ بالنسبه دابا لهاد النقطه هذه غنعطيوها حنا واحد السميه، غنعطيوها سميه هي اي. جوج ديال الحوايج خاصك توظف. اي شنو هو اي؟ شنو هو اي؟ باش نشرح لك كلشي اش غندير، هو منتصف قطعة بي سي. اي هو منتصف قطعة بي سي. اول حاجة بي عارفين الاحداثية ديالها هي جوج جوج، و سي هو واحد واحد زائد جذر جوج. مزيان صافي، عندي بي وعندي سي، غيبقى خاصني اي. غنمشي معاك شوي بشوي. اي شنو هما الاحداثية ديالو؟ اي منتصف ياك، منتصف منتصف. كيفاش كنديروا المنتصف؟ فين كاين المنتصف؟ الوسط. بحال هذه قسمناها على جوج ياك، بحال الا كانت هذه شدينا هنا قسمنا على جوج. اخ شوف معايا مزيان المنتصف كيفاش كنحدوه. غنجي لهاد النقطه اي، شنو هما الاحداثيات ديالها؟ عندها جوج، عندها افصول، عندها ارتو. القاعده اي منتصف بي سي، يعني شاده في بي و سي. صافي تنقول هي اكس بي زائد اكس سي على جوج. صافي، و اي منتصف بي سي ايكغيك، يعني هنا هي ايكغيك بي زائد ايكغيك سي وعلى جوج. علاش كنقسم على جوج؟ حيت جات في المنتصف. مزيان طبق معايا عدديا هنا اكس بي. ها هو شوف معايا مزيان هنا، بي عندها دو دو، سي عندها واحد واحد زائد جذر جوج. ها هما لي زيكس وها لي زيكغاك. صافي هنا غنخدمو بإكسات، إكس بي، إكس بي هو جوج، إكس سي هو واحد على جوج. شحال غتعطيني؟ تلاتة على جوج. إكغاك بي ها هو إكغاك بي هو جوج زائد، شحال عندي إكغاك سي؟ واحد زائد جذر جوج. رد معايا البال، سطرت منو تحت بجوج سطور حمرين، جوج سطور سرقين على جوج. دونك هنا جوج زائد واحد ثلاثة زائد جذر اثنان على اثنان. مازيان ها الإحداثيات. إذا إي إحداثياتها هي ثلاثة على اثنان، وثلاثة زائد جذر مربع اثنان على اثنان. هذا هو النقطة إي. مزيان غتقول لي باش غنحتاج إي؟ باش دير معادلة ديكارتية، هاد المستقيم عمودي على هاد المستقيم ياك. حنا راه غنديرو المعادلة الديكارتية، كنشد واحد النقطة ام كتنتمي لدي دائما، هادي هي الطريقة. عندها اكس و ايكغاك ما كنعرفهمش، حيت معادلة ديكارتية فيها اكس و ايكغاك. صافي دونك غنقولي ام ينتمي الى المستقيم دي، وطبعا هنا نقدر نقولو ام اكس ايكغاك، هي كتابة صحيحة اللي غيكتبها بحالك، هي صحيحة. ينتمي الى دي، ام كاينة في المستقيم دي، مفهومة هادي؟ مزيان. ام ينتمي الى المستقيم دي ياك، الا كانت ام كاينه في دي شكون هما النقط اللي غنخدم بهم؟ هما ام و اي. هادي ام و اي، اي من قبيله وانا هضر عليها، زيد على ام. هادشي هذا يكافئ ان ام اي سلمي عندنا ام اي، الا شدينا هنا ام اي سلمي بي سي شحال غيعطينا؟ زيرو. صافي ام اي سلمي بي سي يساوي صفر. علاش ام اي سلمي بي سي يساوي صفر؟ لانهم كيفاش دايرين؟ متعامدين. غادي نعاودها شحال من مره باش تتبع معايا. الا كانوا متعامدين شحال غيكون الجداء السلمي ديالهم؟ صفر. صافي ام اي ولا اي ام، دابا من الاحسن هنا خليك باش تخدم مزيان، يكافئ ان اي ام سلمي بي سي يساوي صفر. صافي غنحسبوا الجداء السلمي، غتخرج لي المعادله الديكارتيه. صافي بي سي حنا راه ديجا محددين بي سي، فوالا. دونك شنو غادي نحتاج هنا؟ اي ام و بي سي، اي ام و بي سي. اجي نحسبوا اي ام ونحسبوا بي سي. اي شنو هما الاحداثيات؟ اي هما باقيين هنا 3 على 2، 3 زائد جذر مربع 2 على 2. ام شنو هما الاحداثيات؟ هما اكس و ايكغيك. بي شنو هما الاحداثيات؟ هما اثنان اثنان.
السي شنو هما الاحداثيات هما باقين، واحد واحد زائد جذر مربع اثنان، حيت خاصني هاد المتجهات بجوج. دونك هنا غنحسبو اي ام، اذا اي ام وندير لي مجهود سلمي، اي ام احداثيات ديالها هي اكس ام، قلنا كنبداو بهذا ناقص هذا، اكس ام ناقص اكس اي هي اكس ها اكس غنقص منه اكس اي ناقص 3 على 2. الارتوب ديالها شنو غادي يكون؟ هو ايكغيك يعني ديال ام ناقص اي 3 زائد جذر مربع 2 على 2. هادو هما احداثيات اي ام. صافي غادي نجي وعاود دابا شنو خاصني نعاود. ها اي ام لقيناها، شنو نصايب دابا تاني؟ بي سي، انا تابع السؤال، نصايب بي سي، بي سي اكس سي ناقص اكس بي، فوالا سي هو واحد ها هو اكس ديالو ناقص اكس بي ناقص جوج، ايكغيك سي واحد زائد جذر اثنان ناقص هذا ناقص هذا ناقص اثنان. صافي يعني ان بي سي هنا باش نكمل الحساب، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، واحد ناقص اثنان واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد زائد جذر مربع اثنان. مزيان عقل معايا، باقي عقل الجداء السلمي. اذا اي ام سلمي بي سي يساوي طبعا صفر، الوغ يساوي قلنا متعامدان يساوي صفر، يكافئ ان اي ام نوقف الاحداثيات كما موالف كندير هي اكس ناقص 3 على 2 حيت غندير جداء سلمي، و بي سي غنحطو هنا اكس ناقص 3 على 2 ايكغيك ناقص 3 زائد جذر مربع 2 على 2، بي سي افصلوها ناقص 1 وعندي هنا ناقص 1 زائد جذر مربع 2 يساوي 0. صافي يكافئ ان بقيت فين نكتب الافصول، في الافصول يعني اكس ناقص 3 على 2 في ناقص 1 زائد الارتوب في الارتوب ايكغيك ناقص 3 زائد جذر مربع 2 على 2 في ناقص 1 زائد جذر 2 وكل شيء راه كيساوي صفر يكافئ. غير خاصني ننشر هذه الصيغه هذه باش نحسبها مزيان، خاصها تكون مكتوبه مزيانه، اكس في ناقص 1 هالنشر اكس في ناقص 1 هي ناقص اكس، ناقص 3 على 2 في ناقص 1 هي زائد 3 على 2 هنا سالب هنا سالب. فوالا هنا غيكون عندي النشر، ضربنا هذا في هذا وهذا في هذا، هنا ايكغيك غنضربها في ناقص 1 ومن بعد في جذر 2، ايكغيك في ناقص 1 هي ناقص ايكغيك، ايكغيك في جذر 2 هي زائد نخليها ايكغيك جذر 2. صافي عندي هنا ناقص هذا سالب هنا سالب غتولي زائد 3 زائد جذر 2 على 2، عندي هنا ناقص وهنا زائد غتولي هنا ناقص 3 زائد جذر مربع 2 على 2 في جذر 2 تساوي صفر. جو ميكسكوز جو ميكسكوز مابقاش لي فين نكتب، كنتمنى هادشي يكون واضح، مازال غنخدم تمارين اخرين تقدر تفهم فين. الوغ باش نقاد معادله ديكارتيه خاصني نحط اكس وايكغيك بمعادلتهم، يكافئ ان انا نقاد هنا ناقص اكس ايكغيك ها هو لي زيكغاك كاين هنا وكاين هنا، غادي نعمل بايكغيك زائد شحال غادي هنا ناقص هي ناقص واحد، هنا جذر اثنان هي زائد جذر اثنان ها هي زائد جذر اثنان ايكغيك. صافي زائد 3 على 2 الاعداد دابا اللي غنسطر منهم تحت منهم، زائد 3 زائد جذر مربع 2 على 2 ناقص 3 زائد جذر مربع 2 على 2 مضروبه في جذر 2 يساوي صفر. هنا عندي معادله ديكارتيه لان التمرين شويه طويل فيه الحساب، هذاك الشيء علاش جاتنا هاد الصيغه، اما نورمالمون راه كيجيو واحد الصياغ اللي هما بساط وساهلين.
بون كنتمنى ان ما يكونش شي خطأ في الحساب، وكنتمنى انك تكون استفدتي من هذا التمرين هذا. الله يوفقك. مازال لينا تمرين رقم 7 ان شاء الله اللي غادي نحط لكم الحل ديالو حتى هو. كنتمنى انكم تفاعلوا مع هذا المحتوى هذا، وانكم تشجعوني على اننا نزيد لقدام ونزيد اكثر. شكرا. وليد متوكل يحييكم. سلام الله عليكم. شكرا.